الزكاة إنما تجب في الذهب وفي الفضة، ولذا لو كان ما تلبسه المرأة أو لو كان ما لدى المرأة من حلي من ذهب أو فضة قد أضيفت إليه أشياء من الألماس أو من المجوهرات الأخرى فإنه يقدر الذهب، إن بلغ النصاب فيزكى، فإن لم يبلغ إلا بوجود الألماس ونحو ذلك فإنه لا زكاة فيه. الزكاة فقط في الذهب بعدما يخلص مما أضيف إليه.